بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، ما الذي يحدث في اليمن؟ لو تلاحظوا الآن كل شيء في اليمن هادئ عدا البيانات التي يطلقها العميد يحيى سريع. أما بالنسبة للمفاوضات بين البلدين، الملف الاقتصادي، مطار صنعاء، إيش اللي بيحصل؟ إحنا خارجين لطريق ولا شكلنا مطولين على هذا الأساس؟ إيش اللي بيحصل؟ سنناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة، وسنتحدث أيضا عن الحكومة الجديدة، حكومة التغيير الجذري، وين وصلنا معاهم إلى الآن، وسنتحدث كذلك عن إسقاط الطائرة الأمريكية رابر فوق مارب مرة أخرى، مرة بعد مرة. القصف الأمريكي اللي مستمر ولكن متقطع، كل فترة تيجي كم غارة في الحديدة، في حجة، في مناطق مختلفة، والإعلان الأمريكي عن تدمير قارب وزورق تابعين لحكومة صنعاء في البحر قبل أيام. وكذلك سنتحدث عن قرار إعادة طائرة اليمنية من الأجواء السعودية، إيش اللي حصل هنا بالضبط؟ هذه الحلقة يا أصدقائي نخصصها للحديث عن اليمن، لنفتح ملفات اليمن اللي واضح إنها خلاص راكدة، وإنه إحنا هنطول. أنا عندي إحساس إنه نحن نعيش في مرحلة هدوء ما قبل العاصفة، إنه ما يحدث الآن هو تهيئ لحرب أكبر، ربما ما ودي أسودها في وجهك، ولكن سنفكر معا بصوت عالي في هذه الحلقة. وكذلك سنتحدث عن عملية الكرامة التي حدثت في الأردن بشكل موجز، لأنه خبرها ولا يمكن نحن نتجاوز. وبداية أصدقائي يعملونا لايك، لأنه أقسم بالله أنا آخر 4-5 أيام عندي حالة إحباط من التفاعل على القناة، بخلاف أنه عليها تقييد وفي أشياء أنتم عارفين ما عاد في داعي نفصل إيش اللي حاصل في القناة، وشايفين المشاهدات كيف بتنزل. فالعلاج يا أصدقائي هو التفاعل، أكثر من الصلاة على النبي في التعليقات، وأكثر من الضغط على الإعجابات. لما يكون فيديو 100,000 مشاهدة أو 5,000 لايك أنا بزعل والله العظيم، لأن أنا بتعب عشانكم. وخلونا نبدأ على بركة الله، وتعال أحكي لك. أهلا بكم مرة أخرى يا أصدقائي، دعونا على السريع نبدأ بعملية الأردن التي حدثت في الأردن. أول عملية خلال 11 شهر تكون من الأردن، هو مش من الحكومة الأردنية، من مواطن أردني تجاه الكيان. وين؟ على أحد المعابر. على السريع تعالوا ناخذ معلومات عن المعابر الأردنية الكيانية. هناك ثلاث معابر، معبر الشيخ حسين أو معبر نهر الأردن، هذا بين الكيان والأردن مخصص للسياح، ومعانا معبر وادي عربة، هذا مخصص فقط للكيانيين، بشوات يدخل ويخرج. ومعانا المعبر الثالث، معبر الملك حسين أو معبر الليمبي، هذا مخصص للفلسطينيين اللي في الضفة الغربية، يدخل الأردن أي حد مسافر لأي دولة في العالم، يخرج من الضفة الغربية إلى الأردن ومن هناك يسافر، وهذا هو المنفس الوحيد لسكان الضفة الغربية. زمان كان من الجانب الفلسطيني هناك عليه الحكومة الفلسطينية، ولكن بعد انتفاضة القدس اختلف الوضع، أصبح من الأردن عليه إدارة أردنية، ومن الجانب الفلسطيني عليه إدارة كيانية، هما اللي مسيطرين على المنطقة هناك. يعني الضفة الغربية المواطن يجي يدخل للمعبر هذا تحت السلطة الكيانية، تفتيش وإجراءات أمنية وكل ما يستلزم الخروج من الأراضي إياها، وبعدين ينتقل الأردن. اليوم جاء واحد، احنا الآن بنصور الساعة 4 عصر، الحلقة تنزل بالليل كالعادة، قد تتغير المعلومات. جاء أردني سائق شاحنة عبر الأردن ووصل إلى معبر الليمبي، وأول ما دخل إلى عنبر أو منطقة التفتيشات كان هو مخبي سلاح، خبى سلاح مسدس، هذا خباه في مكان في الشاحنة، وأول ما وصل لعنابر التفتيشات أخرج السلاح وأطلق عدة طلقات. واضح أن الرجال محترف، لأنه أسقط ثلاثة ليس مصابين وإنما طيرهم تماما. طيب هؤلاء الثلاثة مين هم؟ حتى الآن هناك تضارب في المعلومات، بعض المصادر بتقول لك إنهم مدنيين من الكيان، ثلاثة مدنيين عمرهم في الخمسينات. هذا ما صرح به أيضا ماجن ديفيد أدوم، هذا مدير خدمة العمليات الإنقاذ هناك لوكالة أسوشييتد بريس، قال أنه هذول ثلاثة مدنيين من الكيان عمرهم 50 سنة، بينما مصادر أخرى بتقول لك لا، مثل صحيفة معاريف الكيانية بتقول لك هؤلاء ثلاثة من أفراد الأمن التابعين لسلطات المعابر الكيانية.
الخبر هنا ولا هنا، مش عارفين. كل شيء هيتضح، الكيان روايته سرديته الى الان هي الوحيده اللي طلعت. الاردن حتى الان ولا خبر، طلع فقط خبر واحد يهدي الكيان، قالوا خلاص احنا عرفنا من هو، واحد اسمه ماهر اديب الجازي تقريبا. اما انه في تصريح من الجانب الاردني ولا شيء، وغالبا في النهايه يقول لك انه كان مريض نفسيا او مجنون او يعاني مشاكل مع الدوله فراح ينتقم هناك. تعرفين الروايات العربيه كيف، الكيان بيقول لك انه هذه عمليه ارهابيه استهدفت مواطنينا. هذه المعلومات احنا الان قبل اربعه لسه، المعلومات اللي طالعه حتى الان، كل شيء سيتضح تفاصيله لاحقا. الخبر هذا هام لانه يفتح جبهه جديده مع الكيان من جهه الاردن ليس كدوله وانما كافراد. هنتابع تطورات هذا الملف. تعالوا الآن إلى الجانب اليمني، وخلونا نضع السؤال التالي، إحنا وصلنا وين في المفاوضات بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية؟ ملاحظين أن الدنيا سكتم بكتم؟ هو أكيد في اتصالات من تحت الطاولات ووساطة والعمانيين، لكن على المستوى الرسمي لا جولات جديدة، لا أخبار جديدة، لا عارفين احنا ايش مصيرنا في البلد هذه، لا متى هنفضل صابرين على هذا الحصار وعلى هذه العقوبات اللي فرضها علينا المملكة العربية السعودية. المطار 6-7 رحلات، هذا مش رحلات اصلا، يعني حتى مصر الان في اخبار انه تم ايقاف الحوالات بين مصر واليمن. ايش اللي بيحصل؟ معلومة الحوالات بين مصر مش اكيدة، ولكن بسمع كثير ناس بيتحدثوا فيها ومصادر الناس. اذا معانا احد من المتابعين في مصر اكيد معانا مليان، وضحونا في التعليقات يا شباب، هل تم ايقاف الحوالات بين اليمن ومصر في اتجاهين ولا في اتجاه واحد، ولا هذه اشاعات؟ ايش اللي حاصل حتى الان؟ لا جولات مفاوضات جديدة، ولا احنا عارفين ايش اللي بيحصل. تلاحظوا انه تكون الدنيا هادئة، فجأة تيجي جولة مفاوضات، نتفائل كلنا خير، فجأة تهدأ الدنيا، فجأة تحصل نثرة بين اليمن والسعودية، يبدأ التصعيد والتهديدات، يرجعوا هم يلغوا القرارات التعسفية ضد اليمن، ونرجع نهدأ ثاني. وبعدين وكأنه المعيار الآن ليس أن احنا نصل لحل ينقذ الشعب اليمني، وإنما احنا صار الستاندر عندنا احنا نظل هادين في حالة هدنة بلا نهاية، بس نطلع وننزل على هذا المعيار. أما معيار أن احنا ننهي ما يحدث، وانه كل واحد يتحمل مسؤولياته، اللي دمر اليمن يتحمل مسؤولياته من إعادة إعمار، من دفع رواتب الناس، من إنقاذ الشعب هذا. تلاحظوا انه للآن هناك مماطلة طويلة في هذا الملف. آخر شيء طرأ الآن هو منع طائرة اليمنية من الدخول إلى الأجواء السعودية، وتم إعادتها من الأجواء السعودية إلى اليمن. تم بعدين تصحيح الموضوع والطائرات مشيت، ولكن السؤال ليش؟ في الحقيقة في بعض المصادر السعودية، وليست مصادر موثوقة، مش عن لسان المسؤولين، ولكن عن طريق بعض اليوتيوبرات والإعلاميين السعوديين، ومش إعلاميين رسميين كمان، بوضح لك أنا، قال لك لأنه كان المخابرات السعودية عندها معلومات إنه اليمن كانت ستستخدم طائرات مدنية لضرب أهداف السعودية. يعني شوف هذا يعني أغبى خبر خلال من أيام الحرب العالمية الثانية، من أيام ما قرر هتلر أنه يغزو روسيا. يعني خبر مش عارف أنا مين اللي جابه من كيسه، والبعض بدأ يتداوله، مين من فين جبت الخبر هذا أصلا؟ الخبر هذا أسخف من أن يخيل على طفل لسببين. أولا أنه اليمن ليست عاجزة عن الوصول إلى أهداف سعودية، وأنا أتمنى أن لا تعود حرب بين اليمن والسعودية، وأن نذهب لسلام مشرف، كل واحد يتحمل مسؤولياته. فاليمن مش عاجزة انها توصل عشان تستخدم طيارة مدنية، لديها كل الاسلحة اللي قادرة تضرب اي مكان في المملكة العربية السعودية لا قدر الله، بدون ما حتى حد يلاحظ الا بعد ما تحصل الضربة. فيستخدم طيارة مدنية ليش؟ ثانيا احب اقول لك انه احنا معنا اربع طيارات، واحدة منهم عطلانة. فبالنسبة لنا احنا الشعب اليمني، الطيارة هذه اثمن من اي هدف يمكن ينضرب داخل الارض السعودية، تكون فاهم. فتحليل غبي، اليمن ليست بحاجة لاستخدام طائرة مدنية لتوجيه ضربة في أي مكان، بلا غباء. اللي يقهرك أنك تلاقي ناس متفاعلين بالتعليقات يقول لك أيوة وصح وممكن وليش لا، تعايشين في كوكب زمرد على فكرة. طيب اربط لي هذه الحدث الأخير بالأخبار اللي طلعت قبل 5-6 أيام عن استهداف ناقلة نفط سعودية، رغم أنه اليمن لم تنفي، ولكن عدم ذكر العميد يحيى سريع لها يثبت أنه لم يحدث، والجانب السعودي نفى، شركة أمجاد نفت أنه ناقلة النفط تبعها تعرضت لأي شيء، وقالت أنها عبرت بشكل آمن من البحر الأحمر، ولكن أمريكا ظلت مصرة على أنه اليمنيين استهدفوها. وهذا هل لي علاقة بموضوع الطائرة؟ هل هناك
خلاف جديد بين البلدين؟ يعني هل يمكن أنه فعلا تم استهداف السفينة؟ لا أعتقد ذلك. اليمن ليس لها يعني أي توجه الآن لضرب السفن السعودية، ولا كان أعلنوها هنا ما بيخافوش أصلا، كان أعلنها ولكن لم يتم الإعلان عن دخول السفن السعودية إلى قائمة الحظر. أضف إلى ذلك لا يوجد أي دليل حتى الآن، هذا الواضح بحسب أبحاثي، أن هناك علاقة بين السفن السعودية وموانئ الكيان، هذا الواضح. فهل تم ضرب السفينة بالخط؟ أول من طلع بهذا الخبر هو هيئة الملاحة البحرية البريطانية، وقالت أنه تم ضرب سونيون اليونانية سينيون، وتم ضرب ناقلة نفط سعودية. ولكن انتوا عارفين الخبر الأول هو بيقول لك لدينا أخبار أنه سفينة تعرضت لحادث، ما بيكونش مع التفاصيل. السفينتين المعروف أنهم كانوا قريبات من بعض، سونيون اليونانية وناقلة النفط السعودية. هل وانتوا شفتوا الضربات في سونيون كانت كبيرة، هل جاءت شظايا إلى السعودية أم أنه الكابتن القبطان حق السعودية أبلغ عن حادث رأى انفجار فمباشرة قيمته هيئة الملاحة البحرية البريطانية على أنه استهداف لناقلة النفط السعودية ولكن لم يكن استهداف، أو بالفعل حصل فيها شيء عن طريق الخطأ شظايا شيء من هذا القبيل وتم لف يعني لم الليلة بين البلدين بين اليمن والسعودية أنه قد يكون ما بقول لكم هذه معلومات، هذه تحليلات واستنتاجات، أنه حصل فيها شيء من غير قصد، إصابة خفيفة، شظايا، شيء من هذا القبيل، وتم لم الموضوع بين اليمن وسبدام الشيء عن طريق الخطأ ولم يكن مقصود، فأكيد الموضوع سيعدي. وقد يكون ما حصل لها شيء، ولكن الإصرار الأمريكي غريب. البعض بيقول لك أنه هذا محاولة استفزاز من أمريكا للسعودية عشان ترميها على اليمن. فإيش اللي بيحصل؟ تلاحظوا الملف اليمني كل ما جاوبنا على سؤال يطلع لك علامات استفهام جديدة. يا جماعة جاوبونا، إيش اللي حاصل بين المفاوضات اليمنية والسعودية؟ أنا اللي حاسسه الآن، وقد يكون إحساسي خاطئ، إحنا لا نمشي وراء الأحاسيس، ولكن مش ألا تشعروا أن الوضع الحالي كله هو هدوء ما قبل العاصفة؟ أن الكل بيتجهز لحرب كبيرة جاية في اليمن؟ عودة حرب اليمن؟ تلاحظ ما فيش ضغط. طب مدام إحنا في حالة هدوء ليش ما يتم الضغط في كل الاتجاهات للخروج بمصالحة؟ مش تضمن الشرف لكل البلدين، خروج مشرف لكل الأطراف. ليش الدنيا هادية؟ الكل قاعد يرتب أوراقه. باعتقادي أيضا التبرير الوحيد لهذه المسألة هو أنه الجميع منتظر أن تنتهي أحداث القطاع، تنتهي أحداث القطاع يضمن أنه ما في حرب إقليمية ستشتعل، إيران، لبنان، اليمن، غيره، الخليج كله، وبعدين سيبنى على هذا. أنا هذا باعتقادي التوقعي، لأنه ما في شيء يبرر هذا الهدوء في ملف المفاوضات وملف الإنساني، أنه الكل منتظرين أن تنتهي الغمامة السوداء تلبد الغيوم هذا فوق المنطقة وبعدين سيبنى عليه أشياء. لأنه إذا الآن اليمن والسعودية مثلا وقعوا اتفاقية مصالحة، خلاص خارطة طريق وسلام مشرف لكل البلدين، وبعدين ولعت حرب إقليمية واليمن دخلت وضربت في الكيان ولبنان وإيران والخليج ضربوا وولعت الدنيا، هيكون ليس لها معنى. هل هذا هو المبرر الآن أن الكل ينتظر ما ستقول إليه الأمور في الشرق الأوسط؟ إحنا مش عارفين. الشيء الوحيد الواضح الآن أن اليمن مستمرة في عملياتها صنعاء في البحر، وكله شفته الآن عادت العمليات إلى زخمها كل كم يوم يطلع في خبر، كان قبل يومين طلع في كل واضح أنه خبر موثوق من طريقة التداول، وهنا لم يتم نفيه، أنه البحرية الأمريكية استهدفت قارب وزورق تابعين لحكومة صنعاء، والرد اليمني جاء سريع بإسقاط رابر أمريكية، طائرة تجسس، طائرات تجسس اللي هذه ما حد تدخل وتخرج وما حدش يسمع عنها، قيمتها 36 مليون دولار، هذه السادسة ولا السابعة ولا الثامنة، صرنا كل أسبوع أسبوعين نسمع عن إسقاط واحدة، ودائما فوق مارب، آخر مرتين أعتقد فوق مارب إن لم تخن الذاكرة، وهذه أيضا فوق مارب. ومدام أمريكا ما نفت يبقى الخبر صحيح. في الحقيقة يا أصدقائي الملف اليمني تعقد أكثر مما يتخيل أي إنسان، لا يمكن تتخيل مدى تعقيدات الملف اليمني. إحنا الآن كل هذا في إطار الحديث بين اليمن والسعودية، لم نتحدث لسه بين صنعاء ومارب وعدن. إيش اللي بيحصل في الملف؟ أنا تحليلي إنه الكل ينتظر ما ستقول إليه الأمور في الشرق الأوسط وبعدين سيتضح كل شيء. في إطار هذا رأينا التغييرات الجذرية بدأت في البلد، وهناك حكومة جديدة في البلد، والسؤال هنا إحداث تغيير جديد في الحكومة هذا دلالة على أنه صنعاء واثقة من نفسها أنها ستحدث تغييرات. التغيير الجذري هذا
هو دلالة على أنه عندهم الرغبة والعزم والنية وأن احنا هنشوف تغييرات. هذا ليس توجه مني، أنا بحلل لك المعلومات الآن. ليش؟ لأنه ببساطة كونك في ظل الوضع الحالي الاقتصادي تعلن عن حكومة جديدة، فهذا كارت كبير، كارت كبير. إما ينجح ويغير الوضع كله إيجابي أو لا يحدث تغيير، وتكون أنت حركت واحد من أهم الكروت اللي معك. إنه مثلا تيجي حكومة جديدة، هي لسه ما لحقت تعمل شيء، هم مسكوا ولا لسه، ولا فترة انتقالية، وحتى لما يمسك لسه قدامنا فترة. وعلما إنه في إنجازات، في أشياء بتتعمل في البلد، والآن في مصنع ألبان، في أشياء بتحصل، ولكن الإعلام حقنا بائس، ما يعرف يوصل هذا الشيء للناس، توصلهم الأخبار الزفت. أما إذا في حاجة هنا، وما بقولش إن إحنا نهضة، ولكن في محاولات في بعض القطاعات والمجالات، خصوصا في مجال الاكتفاء الذاتي وهو من أهم الأشياء. فإنك تجيب حكومة وتعطيها الفترة الكافية وما تعمل شيء، يبقى أنت خسرت واحد من أقوى كروتك. المرة الجاية هتلعب بأي كرت؟ هتقول هنعمل تغيير جديد؟ انتهى. الحكومة اللي الآن ماسكة في صنعاء لازم تعرف أن أنتوا بتقودوا البلد في فترة حساسة جدا. الفترة اللي احنا فيها هذه هي أخطر فترة في تاريخ اليمن، سيبك من كل اللي راح، الفترة الحالية في اليمن هي أخطر فترة في تاريخ اليمن. إما تتلم الليلة كلها وبعد الأحداث اللي بتحصل واليمن صارت لاعب رئيسي في العالم وتطلع اليمن فوق، أو معناه حرب طاحنة واليمن هذه تتفتت إلى دويلات ويكون فيها حرب أهلية بلا نهاية. إلى وين رايح الأمور؟ أنا متفائل، متفائل بشكل كبير، بمجرد أن اليمن وضعت رجلها على الخارطة العالمية وصارت لاعب رئيسي في الأحداث العالمية وصار الكل يتحدث عليها. هذا الشيء يجعلك محط اهتمام، لم تعد ذيك الدولة المجهولة. فكين الصومال كيف العالم أهملها 30-40 سنة، من بعد الثمانينات خلاص أهملوها على جنب. وهذه دعوة للمملكة العربية السعودية، وأنا لا شيء، أنا إعلامي غلبان بطلع بفكر معاكم بصوت عالي، ولكن دعوة لكل العقلاء في السعودية واليمن إنه هذه فرصة للخروج من اليمن، إنكم تخرجوا من حرب اليمن خروج مشرف، سلام مشرف لكلا البلدين، وننقذ ما يمكن إنقاذه في اليمن. لأنه إلى متى سيستمر الوضع على هذا الحال؟ وما هي المتغيرات اللي بتلعب دور؟ الشيء الوحيد اللي المتغير الآن أحداث الشرق الأوسط. طيب لو هدأت ووقف، وأنا قد يكون إحساس على نهاية الشهر هذا، بداية شهر 10 هتتوقف حرب القطاع، بعدين إيش يكون أمامك؟ هنفضل على هذا الحال؟ لازم يكون في عزيمة لإحداث تغيير، لأنه اليمنيين مش هيصبروا من غير مطارات، هذا الحصار، عقوبات المفروضة على اليمن، ما تقدرش تسافر لأي مكان في العالم بحريتك، إعادة الإعمار. في النهاية كل ناس لهم قدرة تحملية معينة، واليمن ليست الصومال، مع كامل احترامي للصومال، إنها تفضل مركونة هناك وتعيش 20-30-40 سنة في الوضع اللي هي فيه. اليمن إن لم يتم حل مشاكلها ستتحول إلى قنبلة هيدروجينية تبتلع المنطقة كلها. وهذا مش كلامي، هذا كلام كل المحللين السياسيين والتقارير الاستخباراتية حول العالم. ما الذي سيستجد في الملف اليمني؟ والله أنا لي 3-4 أيام كل يوم أدخل أسوي بحث باسم اليمن بعدة لغات، مفردة أي مقالة ذكرت فيها اليمن، وأبحث بالساعة، لا أخبار سوى عن رابر فوق مارب، سوى عن عمليات البحر الأحمر فقط. أما المفاوضات، الوساطة العمانية، السعودية، إعادة الإعمار، الملف الإنساني، كل شيء واضح أنه الآن في الثلاجة حتى إشعار آخر. نتمنى أن تتحرك الدفة وأن يتم تحريك كوب الشاي اللي اليمن والسعودية موضوعين فيه، ونرى نتائج إيجابية إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة، اعملونا لايك أصدقائي، كف الإحباط اللي عندي، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.